عملت لك حته حيله عظيمه هتقلب الترابيزه عليها وتخليها توافق على كل اللي احنا عايزينه. بجد؟ قول لي عملت ايه؟ ضربت لها ورقه على الكمبيوتر كان عليها احكام بالحبس، واتفقت مع المحامي بتاعها يقول اه. لقينا قضايا مخالفات مباني وكهرباء واراضي. يعني من الاخر كده سودت لك الدنيا في وشها. كويس جدا. ها والنتيجه بقى؟ خلت بنتي ميادة تكلمني الصبح وتقول لي ماما خلاص وافقت تعمل لايف تبرأك انت وطنط شهير. كويس جدا. يبقى كده لازم اقول لشريف ينزل بالفيديو اللي عمله اول هي ما تطلع اللايف. اوكي طيب اقفل دلوقتي بس خليني اكلمه وارجع لك. يلا سلام. باي باي. ده وقت انت كمان تبقى قافل موبايلك؟ ده فين بقى؟ مش مشكلة خليها. طيب خليها بقى وانا هعملها لك. اي ماما ازيك؟ بقولك ايه؟ جوزك فين؟ قافل موبايله ليه؟ جوزي بيتحقق معاه في النيابة عشان جميلة وزياد يرتاحوا. طيب اول ما يخلص قولي له ان انا عايزاه ضروري خليه يكلمني. اقولك خليه يجي لي المدرسه على طول قولي له ضروري جدا. حاضر يا ماما بس على الله ما يتحبس. مش هيتحبس يا ستي هيطلع منها الا بقى لو كان هو فعلا اللي حرق العربيه. يبقى يلا بالسلامه ربنا كاتبها له. يلا سلام دلوقتي. ساتر ده أكرم انت مستحمل تقعد في الدخان ده ازاي يا ابني كده؟ مش خايف على نفسك؟ ماشي مش خايف على نفسك. خاف على نونو اللي جاي ولا انت عايز يعني يجي يلاقي بابي بعد الشر تعبان؟ بص يا أكرم الحقيقة يعني بعد ما شفت مي امبارح في المستشفى حسيت كده ان اللي في بطنها ده ايه الجريمة اللي عملها عشان ناخده ونقتله. صعب عليا بصراحة يعني لما شفت البنت برضه لقيتها مش بطل شكلها خايفة عليك قلقانة بجد كان نفسها تفضل جنبك. بص هي مش من مستوانا خالص بس يعني نعديها عشان خاطر عيونك. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.